السلام عليكم ورحمة الله. في هذه المحاضرة راح نتعلم إن شاء الله كيفية حساب ارتفاع الحشوة أو ارتفاع الكولوم بالاعتماد على الـ Overall Mass Transfer Coefficient. فالمحاضرة راح تكون بعنوان Design Method Based on the Overall Mass Transfer Coefficient. ابتداء من المعادلة اللي اشتقناها بالمحاضرة السابقة بعد إجراء Material Balance على مقطع Differential اختاريناه كجزء من الكولوم، نبدأ من هذه المعادلة بالاشتقاق. هذه المعادلة كانت في الشكل التالي. المعادلة هي عبارة عن الـ dH يساوي minus gm في الـ dy مقسومة على الـ nA في small a اللي هي عبارة عن specific interfacial area في 1 ناقص y. حصلنا على هذه المعادلة بعد إجراء material balance على section اختاريناه بالنسبة للكولوم وسوينا عليه ماتيريال بالانس وبسطنا المعادله فصارت عندي بالشكل التالي. في هذه المحاضره راح نستخدم الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت حتى نجي نقدر نطلع ارتفاع الحشوه او ارتفاع الكولوم بالاعتماد على هذا المعامل. فاحنا نعرف اذا اجينا نعبر عن الفلكس بدلاله الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت اقدر اقول هو عباره عن كي او واي في الواي ناقص الواي ستار. كي او واي هو عباره عن الاوفر اول جاس فيس ماس ترانسفير كوفيشنت بدلاله المول فراكشن، والواي هو عباره عن الكونسنتريشن مالت الماده اي اللي هي السوليوت بالجاس فيس، والواي ستار هي عباره عن الاكوليبريم كونسنتريشن اوف سوليوت اي ان ذا ليكويد فيس. هنا طبعا ما حطينا واي اي وواي بي باعتبار احنا اصلا التعامل مالتنا متفق عليه مسبقا بانه اي تركيز راح يكون هو خاص بالسوليوت او الماده المنتقله. بعد ذلك اجي اعوض هاي المعادله مالت ال NA في هذه المعادله، فراح نشوف شو راح يكون المعادله الجديده عندي شكلها. المعادله راح تصير ال DH راح يساوي minus GM في ال DY مقسوم على ال KOY في ال A في Y minus y star في 1 minus y. صارت عندي هذه المعادلة. بعد ذلك اجي اكاملها حسب حدود التكامل اللي احنا عرفناه، اللي هي عبارة بالنسبة للاج راح يصير التكامل مالته هو تكامل من صفر الى الاج توتال، وبالنسبة للواي راح يصير التكامل مالته من الواي 1 الى الواي 2. اتخلص من الاشارة السالبة ينقرب عندي حدود التكامل، فراح يصير عندي المعادلة بالشكل التالي. راح يصير عندي الاج توتال يساوي تكامل من ال y2 الى ال y1 للحد الموجود عندي هنا اللي هو عبارة عن ال gm في ال dy مقسوم على ال koy في ال a في y minus y star في 1 minus y. فصارت عندي هذه معادلة لحساب الهايت مالت الحشوة أو مالت الكولوم بالاعتماد على الـ Overall Gas Phase Mass Transfer Coefficient اللي هو عبارة عن الـ KOY، وبالاعتماد على الـ Y star اللي هو الـ Equilibrium Concentration مالت الـ Solute والـ Liquid Phase. وباتباع نفس الطريقة أقدر أستخدم أشكال أخرى من الـ Overall Mass Transfer Coefficient. فأحد التعابير الأخرى للـ Molar Flux اللي هو الـ NA ممكن نعبر عنها بالشكل التالي. نقدر نقول بأنه الـ NA تساوي الـ KOX في X star طبعا ذات المول فراكشن ماينس X. فإذا جيت عوضت هذه المعادلة بالمعادلة العامة اللي هي هاي راح أحصل على الشكل التالي من المعادلة. راح أقدر أقول بأنه بعد التكامل راح يصير عندي بشكل H total راح يساوي تكامل من x2 الى x1 lm dx مقسومة على ال kox في a في 1 ناقصا x في x star ناقصا x. وايضا نقدر نقول المولر فلكس هو عبارة عن ال kog في ال p ناقصا بي ستار، والبي هنا طبعا البارشل بريشر،
واقدر اطلع التوتال بريشر كعامل مشترك، فاقدر احصل على اشكال اخرى من المعادلات. احد هذه الاشكال ايضا نقدر نقول بانه الاتش توتال يساوي تكامل من الواي 2 الى الواي 1 للجي ام في الدي واي مقسوم على الكي او جي في A في البي توتال في واحد ناقص الواي في الواي ناقص الواي ستار. أو أقدر أيضا أقول الاتش توتال يساوي تكامل من اكس 2 إلى اكس 1 ال ام في الدي اكس مقسومة على الكي او ال في A في C average في واحد ناقص X في X star ناقص X. صارت عندي مجموعة من هذه المعادلات الموجودة عندي هنا. أيضا بنفس الطريقة هذه المعادلات أقدر أحلها بصورة تحليلية أو أقدر أحلها بطريقة الرسم البياني. طريقة الرسم البياني ايضا تتم برسم الحد الخالي من الدفرنشيال بالمحور العمودي وحد الدفرنشيال بالمحور الافقي، وبعد ذلك احسب المساحه تحت المنحني، والمساحه تحت المنحني هي راح تسوي لي التكامل. لكن هنا لما نجي على هذه المعادلات نلاحظ بانه حتى نحل جميع اشكال هذه المعادلات نحتاج مجموعه من المتغيرات. المتغيرات الموجوده في هذه المعادلات هي اول شيء عندي ال ام متغير، وعندي الجي ام ايضا متغير، وعدي الاكس متغير، وعدي الواي متغير، وعدي ايضا اكس ستار هي متغيره، وعدي ايضا واي ستار هي ايضا متغيره. فحتى نجي نرسم الرسم البياني ونحل هذه المعادلات لازم لكل نقطه من النقاط نحسب الال ام والجي ام والاكس والواي والاكس ستار والواي ستار. طبعا ما نحسب جميع هذه القيم سوا، وانما نعتمد على المعادله اللي احنا راح نجي نستخدمها. فمثلا لو جيت استخدمت هذه المعادلة الموجودة عندي هنا، هنا أنا بهذه الحالة أحتاج أحصل على مجموعة من النقاط تحتوي على الواي والواي ستار والجي ام فقط، ماكو داعي أحسب الـ ام والاكس والاكس ستار. أما لو جيت استخدمت هذه المعادلة فبهذه الحالة راح أحتاج الـ ام وأحتاج الاكس وأحتاج الاكس ستار، لازم عندي مجموعة نقاط لهذه المتغيرات. وبالنسبة لهذه الحالة أيضا راح أحتاج الـ gm وأحتاج الـ y وأحتاج الـ y star. وبالنسبة لهذه المعادلة أحتاج الـ lm وأحتاج الـ x وأحتاج الـ x star. وراح نشوف شلون راح نجي نقدر نحسب هذه المتغيرات أو القيم. بالنسبة للـ gm والـ lm حسابها جدا سهل. إحنا نعرف بأنه الـ gm prime دائما تساوي لي الـ gm في 1 ناقص الـ y. اقدر استخدم هذه المعادله او اقدر اقول هاي طبعا برايم، او اقدر اقول بانه الجي ام في اي وقت تساوي لي الجي ام برايم زائدا الجي ام برايم في الواي، وهي عرفناها مسبقا. الجي ام برايم هو عباره عن المولر فلوريت بالنسبه للانرت غاز او الكارير غاز، والجي ام برايم في الواي هو عباره عن الفلوريت مالت السوليوت، حاصل جمعهم راح يعطيني التوتال غاز فلوريت. كذلك الحال بالنسبة لل LM، احنا نعرف بأنه ال LM برايم تساوي لنا ال LM اللي هو في أي مكان واحد أو اثنين أو غيرها في واحد ناقص ال X، وأيضا نقدر نقول بأنه ال LM يساوي لنا ال LM برايم اللي هو عبارة عن الفلوريت مالت الكارير ماتيريال بالنسبة لي الليكويد أو الإنرت ليكويد زائدا ال LM برايم في ال X كابيتال اللي هو راح يمثل لي كمية السوليوت، فأيضا كمية السوليوت زائد المادة الحاملة راح يعطيني توتال فلوريت. فبالنسبة للجي ام والال ام حسابها جدا سهل، يبقى عندنا فقط لازم نعرف شلون نقدر نحسب كمية الاكس ستار والواي ستار لأي نقطة من النقاط اللي احنا مختاريها. فيما يخص حسابات الواي ستار راح نجي نرسم الشكل التالي. أول شغلة أجي أسويها أجي آخذ رسم بياني. هذا الرسم البياني هو عبارة عن X versus Y. المحور الأفقي هو X اللي هو المول فراكشن بالليكويد فيس، والمحور العمودي هو Y اللي هو عبارة عن المول فراكشن بالغاز فيس. بعد ذلك أول شغلة أجي أسويها أجي أرسم الإكوليبريم داتا.
الخاصة بالنظام اللي احنا جاي نتعامل وياه. فهذا الخط الأزرق يمثل Equilibrium Curve. بعد ذلك أجي أرسم الأوبريتنج لاين اللي هو عبارة عن خط مستقيم ممكن يكون بشكل منحني في بعض الأحيان، يبدأ من نقطة X2 Y2 وينتهي بنقطة X1 Y1. وطبعا تطرقنا لرسم هذا الكيرف ولرسم هذا الخط المستقيم، فدائما نريد نحسب الواي ستار لازم عندي هاي الخطين متوفرات. نختار قيم بين الواي 1 وبين الواي 2 ابتداء من نقطة الواي 1 وانتهاء بنقطة الواي 2. فأول شغلة أجي أسويها أجي أرسم خط مستقيم، أجي أخلي مسطرة على نقطة الواي 1 اللي هي راح تكون أول نقطة نختارها مثلا، وأخلي المسطرة بشكل أفقي بهذا الشكل. بعد ذلك أجي أرسم خط مستقيم منقط بهذا الشكل إلى أن يتقاطع مع الأوبريتنج لاين الموجود عندي هنا. من نقطة التقاطع هاي أجي أخلي هذه المسطرة على نقطة التقاطع مع الأوبريتنج لاين، وأخلي المسطرة مالتي بشكل عمودي. نقطة التقاطع مع الأوبريتنج لاين كانت في هذا المكان على سبيل المثال. بعد ذلك أجي أخلي المسطرة بشكل عمودي بهذا الشكل، وأيضا أجي أرسم خط مستقيم باتجاه الأسفل إلى أن يتقاطع مع إيكوليبريم كيرف. من نقطة التقاطع اللي صارت عندي هنا اللي هي موضحة هنا نقطة التقاطع مع الإيكوليبريم كيرف، أيضا أجي أخلي المسطرة على هذه النقطة مالت التقاطع الموجودة عندي هنا، وأخلي المسطرة بشكل أفقي أيضا أرجعها باتجاه محور الواي. صارت عندي بهذا الشكل باتجاه محور الواي بشكل خط أفقي، وأيضا أرسم خط منقط بهذا الاتجاه. بعد ذلك أرسم الاتجاهات حتى أوضح، فبديت من نقطة الواي 1 اللي هي أول نقطة اختارتها بهذا الاتجاه، بعدين تقاطعت مع الأوبريتنج لاين في هذه النقطة مالت التقاطع. من نقطة التقاطع رسمت خط باتجاه الأسفل خط عمودي إلى أن يتقاطع مع الإكوليبريم كير في هذه النقطة الموجودة عندي هنا، نزلت خط عمودي، ومن نقطة التقاطع الموجودة هنا توجهت باتجاه الواي مرة أخرى. فالقيمة اللي راح أقراها هنا على هذا المحور هي عبارة عن الواي 1 ستار اللي هي عبارة عن نقطة الواي ستار المناظرة لنقطة واي اللي اختاريناها اللي موجودة عندي هنا. بعد ذلك راح أجي أختار نقطة أخرى، نقطة أخرى أختارها على هذا المنحني حتى أيضا أحسب لها الواي ستار. فمثلا أخذ قيمة أخرى هنا مثلا أسميها أيضا واي. أيضا بعد ذلك راح أجي أخلي مسطرة بشكل خط أفقي من هذه النقطة الموجودة عندي هنا، فراح أجيب هذه المسطرة وأخلي نقطة هنا وبشكل أفقي، وأجي أرسم أيضا خط مستقيم إلى أن يتقاطع مع الأوبريتنج لاين بهذا الشكل. أرسم هذا الخط إلى أن يتقاطع مع الأوبريتنج لاين. بعد ذلك من نقطة التقاطع أخلي المسطرة على نقطة التقاطع، وأيضا أرسم أخلي المسطرة باتجاه عمودي بهذا الشكل، وأرسم خط باتجاه الإكوليبريم كيرف من هذه النقطة الموجودة هنا، أرسم هذا الخط باتجاه الإكوليبريم كيرف. بعد ذلك أيضا أخلي المسطرة على هذه النقطة مالت التقاطع مع الإكوليبريم كيرف الموجود عندي هنا بهذا الشكل، وأرسم أيضا خط أفقي باتجاه محور الواي. الخط الأفقي صار عندي بهذا الشكل. أيضا راح أجي أرسم هذا الخط أفقي بهذا الاتجاه، وراها أجي أحدد الاتجاهات حتى أعرف أتحرك من نقطة واي اللي إحنا فرضناها، أتحرك أفقيا بهذا الاتجاه إلى أن أتقاطع مع الأوبريتنج لاين. من نقطة التقاطع مع الأوبريتنج لاين أرسم خط عمودي باتجاه الأسفل إلى أن يتقاطع مع الإكوليبريم كيرف، ومن نقطة التقاطع مع الإكوليبريم كيرف أرسم خط أفقي يرجع باتجاه محور الواي. فهنا أنا أيضا راح أقرأ في هذه النقطة الموجودة عندي هنا قيمة الواي ستار.
وأكرر هذه العملية عدة مرات إلى أن أوصل إلى آخر نقطة أختارها اللي هي نقطة الـ Y2 وأطلع الـ Y2 star، فصار عندي جدول يحتوي على قيم الـ Y اللي احنا فرضناها وقيم الـ Y star. فإذا مبدأ الطريقة حتى أجي أحسب الـ Y star لكل نقطة من نقاط الـ Y هو أجي أفرض نقطة ابتداء من قيمة الـ Y1، أتحرك خط أفقي إلى أن أتقاطع مع الـ Operating Line، من نقطة التقاطع أرسم خط عمودي باتجاه الأسفل إلى أن يتقاطع مع الإكوليبريم كيرف، ومن نقطة التقاطع هذه أتجه باتجاه اليسار مرة أخرى حتى أقرأ قيمة الـ Y star. أختار نقطة أخرى أيضا، أتحرك باتجاه أفقي باتجاه الـ Operating Line، يتقاطع وياه أنزل باتجاه الأسفل، من نقطة التقاطع أرجع بالاتجاه المعاكس أيضا قيمة الـ Y star. وأكرر هذه العملية مجموعة من النقاط، فراح يصير عندي جدول كأنما بالشكل التالي: قيم الـ Y ابتداء من قيمة الـ Y1 ومجموعة من القيم وانتهاء من قيمة الـ Y2، ولكل قيمة من قيم الـ Y راح أجي أحسب قيمة الـ Y star. فصار عندي جدول يبدأ من الـ Y1 star مجموعة قيم وينتهي بالـ Y2 star. أما بالنسبة للـ GM فمثل ما ذكرنا شلون نحسبها، أو الـ RM نفس الحالة. هذا فيما يخص حسابات الـ Y star. أما بالنسبة لحساب الـ X star فراح يتم بالشكل التالي، أيضا أتبع نفس المبدأ، أجي على رسم بياني، أرسم بالمحور الأفقي X، وأرسم بالمحور العمودي Y. إكوليبريم داتا المتوفرة عندي أرسمها مثل ما موضح بهذا المنحني الأزرق. هذا المنحني هو عبارة عن منحني الإكوليبريم داتا. بعد ذلك أجي أرسم الـ Operating Line أيضا باتباع القواعد اللي شرحناها مسبقا اللي هي بهذا الشكل. حتى أجي أحسب قيم الـ X star أبدأ من قيمة الـ X1 وانتهاء بقيمة الـ X2. بالنسبة للـ X1 أو الـ X1 star راح يتم حسابها بالشكل التالي: أجي أخلي مسطره باتجاه عمودي، أخلي نقطة على قيمة X1 وأخليها عمودية باتجاه Operating Line. دائما من نريد نحسب الستار سواء كان الواي ستار او سواء كان الاكس ستار، لازم من نختار نقطة لازم اول نقطة تقاطع تحدث مع الاوبريتنج لاين، مثل ما لاحظنا بالواي ستار. الان بالاكس ستار ايضا نفس المبدأ، اول نقطة تقاطع لازم تحدث مع اوبريتنج لاين. فخليت المسطرة بهذا الشكل، اجي ارسم خط عمودي راح اخليه بشكل منقط للتوضيح، واستمر برسم هذا الخط إلى أن يتقاطع مع Operating Line. بعدين من نقطة التقاطع الموجودة عندي هنا أخلي المسطرة بشكل أفقي، نقطة التقاطع اللي صارت عندي مثلا هنا كفد شيء تقريبي أخليها بشكل أفقي، وأتجه باتجاه الإكوليبريم كيرف بهذا الاتجاه إلى أن يتقاطع أيضا مع الإكوليبريم كيرف في هذه النقطة. بعد ذلك أخلي المسطرة على نقطة التقاطع الموجودة عندي هنا وأخليها باتجاه عمودي باتجاه الأسفل أو باتجاه محور الإكس اللي هو هذا الاتجاه، وأيضا أرسم خط عمودي باتجاه الأسفل. الزاوية لازم تكون عمودية بهذا الشكل، فأجي أرسم خط عمودي باتجاه الأسفل إلى أن أتقاطع مع محور X. بعد ذلك أخلي اتجاه الأسهم حتى تكون عندي واضحة، ابتداء من نقطة X1 تحركنا باتجاه الأعلى إلى أن تقاطعنا مع الـ Operating Line. نقطة التقاطع صارت عندي هنا في هذه النقطة الموجودة هنا. من نقطة التقاطع رسمت خط أفقي باتجاه الإكوليبريم كيرف إلى أن تقاطع مع الإكوليبريم كيرف في هذه النقطة الموجودة عندي هنا. ومن هذه نقطة التقاطع نزلت باتجاه الأسفل إلى أن تقاطع مع محور الإكس اللي هو بهذا الشكل. فهذه النقطة اللي حصلت عليها هنا هي عبارة عن الإكس 1 ستار. إذا مبدأ الطريقة نفس مبدأ الواي، لكن راح يكون بالاتجاهات التالية: من نقطة الإكس أرسم خط عمودي يتقاطع مع الأوبريتنج لاين، ومن نقطة تقاطع الأوبريتنج لاين أتجه باتجاه الأفق أو باتجاه الإكوليبريم كيرف أيضا يتقاطع معه، بعد ذلك ينزل باتجاه الأسفل إلى أن يتقاطع مع محور إكس.
نقطة التقاطع مع محور X هي اللي راح تعطيني قيمة X1 star. أجي أختار نقطة أخرى، مثلا أختار نقطة موجودة عندي هنا. طبعا اختيار النقاط مثل ما قلنا يتم بين الـ X1 وبين الـ X2، وكل ما يزداد عدد النقاط اللي يتم اختيارها بين هذه القيمتين كل ما يكون عندي الرسم أدق وتكون عندي النتيجة أدق بالنسبة لارتفاع الحشوة. فأجيت اختاريت فت قيمة معينة للـ X مثلا في هذه النقطة الموجودة هنا. أيضا نفس المبدأ، أجي أخلي مسطرة، هذه المسطرة هتكون عمودية ابتداء من نقطة الـ X اللي احنا اختاريناها بهذا الشكل، وبعد ذلك أرسم خط عمودي باتجاه الأعلى إلى أن يتقاطع مع الـ Operating Line. هذا الخط مستمر بالصعود باتجاه الأعلى إلى أن يتقاطع في هذه النقطة الموجودة عندي هنا. بعد ذلك من نقطة التقاطع أخلي المسطرة عن نقطة التقاطع الموجودة عندي هنا بهذا الشكل، وأخليها بشكل أفقي باتجاه إكوليبريوم كيرف، فراح تتوجه من هذه النقطة الموجودة عندي هنا راح تتوجه بهذا الاتجاه إلى أن تتقاطع أيضا مع الإكوليبريوم كيرف في هذه النقطة. بعدها راح أجي أخلي النقطة مالت المسطرة في هذه النقطة مالت التقاطع، وأيضا راح أجي أتجه باتجاه الأسفل. اتجهت باتجاه الأسفل بحيث أنها تكون عندي عمودية 100% الزاوية. أرسم من نقطة التقاطع خط عمودي راح يتجه باتجاه الأسفل. إلى أن يتقاطع مع محور X. بعد ذلك أخلي اتجاه الأسهم حتى تكون عندي واضحة. تحركنا من نقطة الـ X الموجودة عندي هنا باتجاه الأعلى، فاتجاهها كان بهذا الاتجاه إلى أن يتقاطع مع الـ Operating Line في هذه النقطة الموجودة عندي هنا. من نقطة التقاطع اتجهت باتجاه اليسار أو باتجاه الـ Equilibrium Curve بشكل خط أفقي بهذا الاتجاه إلى أن تقاطعت مع Equilibrium Curve. ومن نقطة التقاطع أيضا راح أجي أنزل باتجاه الأسفل إلى أن أتقاطع مع محور الـ X، فهنا أنا أيضا راح أقرأ قيمة الـ X star الخاصة بالنقطة الموجودة عندي هنا. وأكرر هذه العملية عدة مرات إلى أن أحصل على جدول اللي هو عبارة عن X راح يقابلها X star. قيم الـ X تبدأ ابتداء من قيمة الـ X1 وآخذ مجموعة من القيم انتهاء بقيمة الـ X2، فهنا راح تطلع لي قيمة الـ X1 star، وهذه القيم الـ X star راح تطلع لي كل قيمة من قيم X احنا اختاريناها، ثم تنتهي بالـ X2 star. هذه هي الطريقة لحساب X star بالاعتماد على قيم الـ X. اختار قيمة الـ X، اتجه باتجاه الأعلى إلى أن أتقاطع مع الـ Operating Line، بعد ذلك آخذ خط أفقي إلى أن أتقاطع مع الـ Equilibrium Curve، ثم أنزل باتجاه الأسفل أو باتجاه الـ X حتى أقرأ قيمة X star المناظرة للنقطة اللي احنا اختاريناها. الآن بعد أن صارت عندي هذه النقاط جاهزة راح أقدر أحل ذني المعادلات مثل ما تعودنا نحلها مسبقا. الحل طبعا يتم عن طريق رسم بياني بالمحور الأفقي، دائما أرسم حد الدفرنشيال، وبالمحور العمودي أرسم المعادلة. لازم نكون مجموعة من النقاط، ففيما يخص المعادلة الأولى اللي اشتقيناها في هذه الحالة إذا أجرد أحلها جرافيكالي راح يصير بالشكل التالي. بالنسبة لهذا المحور عندي الجي إم مقسومة على الـ KOY اللي هو الـ Overall Gas Phase Transfer Coefficient based on Mole Fraction في الـ A في 1 minus Y في Y minus Y star. وبالنسبة للمحور الأفقي الموجود عندي هنا راح يكون عندي قيمة الـ Y. حدود التكامل راح تكون من الـ Y2 إلى الـ Y1. بعد ذلك احنا كوننا مجموعة من النقاط فيما يخص هذه القيم، يعني عندي كولوم مثل ما تعودنا مسبقا. اللي سويناه هو انه جينا اختارينا قيمة للـ Y، بعد ذلك طلعنا قيمة الـ Y star المناظرة إلها مثل ما تعلمنا،
وحسبنا قيمة الجي ام المناظر لهذه القيمة، ثم بعد ذلك استخرجنا هذا الحد الموجود عندي هنا اللي هو عبارة عن الجي ام مقسومة على الكي او واي في الاي في واحد ناقصا واي في الواي ناقصا واي ستار. فصار عندي هذا الجدول جاهز، مجموعة من النقاط ارسمها تبدأ من هذه النقطة الموجودة عندي هنا. فرسمت هذه المجموعة من النقاط اللي موجودة عندي هنا، فيطلع مثلا شكلها بالشكل التقريبي التالي. بعد ذلك اجي اوصل بيناتهم واحسب المساحة تحت المنحني الموجود، يعني كأنما هذا راح يصير بهذا الشكل خط عمودي. طبعا لازم اعرف وين يصير، بس الرسم هنا عندي مو واضح بدون مسطرة. يعني المساحة تحت المنحني راح تكون هي المساحة المطلوبة. هذا لازم يكون بشكل خط مستقيم مثل ما قلنا. فكأنما راح أجي أرسم خط مستقيم بهذا الشكل كخط منقط، وأرسم خط مستقيم آخر بهذا الشكل اللي موجود عندي هنا. فالمساحة تحت هذا المنحني هي اللي راح تمثل لي التكامل. الأريا اللي موجودة عندي هنا إذا أجي بهذه الحالة راح أقول بأنه المساحة اللي موجودة عندي تحت هذا المنحني اللي هي عبارة عن الأريا راح تساوي تكامل من الـ y2 إلى الـ y1 لهذا الحد الموجود عندي هنا اللي هو عبارة عن جي ام في دي واي مقسوم على الكي او واي في الاي في واحد ناقصا واي في الواي ناقصا الواي ستار. فهذه المساحة هي يعني نفسها اللي موجودة عندي هنا. بعد ان حسبت هذه المساحة اقدر احسب ارتفاع الحشوة او اقدر احسب ارتفاع الكولوم.